أسرار هاد من كنيسة سو، اقتحام كنيسة سول اكتشفنا أشياء لم يكن أحد يتوقع أن توجد داخل الكنيسة. أول هذه الأشياء أوراق أو مستندات بها أسماء كثير ومعظم رجال القرية وشباب القرية مقابل أسماء أمهاته. والسؤال، لماذا تحتفظ الكنيسة بهذه الأوراق وهذه المستندات؟ هل الكنيسة يعني انقلبت إلى سجل مدني لاستخراج البطاقات الشخصية، أم لماذا تفعل الكنيسة بهذه الأسماء وهذه الأوراق؟ الأمر الثاني، اكتشاف يعني صناديق خمور بأعداد كبيرة داخل الكنيسة. لماذا تحتفظ الكنيسة التي يعني نقول أو يقول المسيحيون أنها بيت الله؟ هل بيت الله سبحانه وتعالى يعني يحتوي زجاجات خمور وأسماء مسلمين وأمهاتهم؟ فلماذا تحتفظ الكنيسة بهذه الأشياء وهي تدعي أنها بيت الله؟ الأمر الثالث، اكتشاف خريطة بالقرية كلها. لماذا تحتفظ الكنيسة بهذه الخريطة وماذا تفعل بها؟ هذه التساؤلات يعني نريد من رجال الكنيسة يعني أن يجيبون عليها ويردوا عليها حتى تحل الألغاز ويعني تريح كثير من الناس، لأن هذا الأمر يعني أثار جدلا كثيرا بين أهل القرية والشباب، ومعظم الشباب ما كانش موافق على هدم الكنيسة. ولكن بعد اقتحامها وهدمها اكتشاف هذه الأشياء أثار جدل واسع بين كثير من بين أهل القرية جميعا. فهذه التساؤلات يعني نريد إجابة منها واضحة، وهذه التساؤلات يعني قد هذه الأشياء، فنريد إجابة من رجال الكنيسة حتى لا يختلط الحابل بالنابل. والصور والأصل يعني الجيش استلم جزء من هذا الأصل، الأوراق موجود والمستندات دي موجود وأدل، وهنقدمها في أي وقت والوقت المناسب هتطل. وإحنا ممكن نزيل الحاجات دي يعني على الملأ على يعني شبكة النت، ومصر كلها تعرف اللي بيحصل جوه الكنيسة، عشان حتى اللي يعني متردد أو بيظن إن إحنا إن أهل القرية افتروا عليهم يعرفوا حقيقة أسرار الكنيسة بالداخل والأذى والضرر الذي وقع المسلمين على أهل هذه القرية من ناحية الكنيسة ومن ناحية رجال الكنيسة وأعمال الكنيسة. فنرجو يعني إجابات شافية ووافية، ونرجو عدم يعني يعني دخول فتنة بين المسلمين والمسيحيين بسبب هذه الأشياء. ونريد يعني نرجو من يعني رجال